بتعرفوا الفول الأخضر البلدي؟ هلق موسمه، راح نعمل طبق فول أخضر على دين كيفكم، ومحدش عمله قبل هيك ومحدش حكى عنه قبل هيك. طبعا كل شيخ له طريقته في الطبيخ، ولكن أنا واثق من نفسي إنه هذه الطبخة راح تكون يعني نمبر ون. طلعوا فول أخضر بلدي عادين كيفكم، مصري طبعا. خليكم معي شوفوا كيف الطريقة. طبعا راح اعمل اشي بلحمة واشي من غير لحمة، لحمة طازة ضاني. هلا بالنسبة للحمة، انا عندي نص كيلو لحمة طازة، لحمة عجل طازة، راح اقطعها قطع صغيرة، قطع صغيرة، واطبخها قبل ما هذه يعني لحالها، هتكون في طنجرة لحالها. اما الفول راح يكون في طنجرة يعني بسلك فيها على الغاز، بعدين راح اضيف عليه المكونات الثانية. خليكم معي شوفوا الطريقة كيف حلوة كتير زي هيك، صغيرة كتير، شايفين صغيرة كتير. خلوها على النار ترخي المية، بعدين نحط عليها مية نسلقها ونسيبها. خلينا نبلش في الفول هالقي. بالنسبة للفول بنحط لنا راس بصل، راسين تومة ثلاثة، والملح نظبطه هيك، ونحط الفول مع البصل بنشكلها. التومة لازم تكون هيك مش ناعمة كتير، أنا قادر أدقها يعني، ولكن هيك أحلى. راسين ثومة ثلاثة هيك بتضاف طعم رائع. طبعا الفول يا جماعة بموت في الزيت، زيت زيتون بلدي. بالنسبة للحمة، شايفين اللحمة كيف؟ خلاص المية كلها تروح، مش حتلزمنا، لأنه هيك هيك حسلقها أنا. بس تفقد كل المية يعني اللحمة هتاخد لها ساعة لحالها، بعدين بضيف اللحمة وين على الفول. السر الخطير في الفول، بأخذ الفول اليوم الطحينية. طلعوا هلا أنا حطيت نص علبة طحينية، مش نص علبة يعني، بتقدر تقول تقريبا 30 ملي أو 50 ملي طحينية، نص لتر مية، وحطيت ليمون 200 ملي ليمون. هلا انا راح اضلني ايش احرك فيها على النار. الله، لما تجمد تكون عندي الفول جهز وبتكون عندي اللحمه جهزت، فبروح بحط الطحنيه على الفول. بالنسبه للبهارات اللي بتنحط على الفول، هيل، مطحون، ملح، اشي خفيف، فلفل اسود على سبه اللون ما يتغيرش مع الطحنيه. قلنا هيك زي نص معلقه او معلقه هيل مطحون هيك، تمام، عصبة يعطينا الطعم المتماسك اللي احنا بدنا اياه. الملح تقريبا جاهز، هو الفول بس اللحمة هيك تنسلق. حنبلش بنحط ايش، طلعوا الطحينية كيف صارت جامدة، حنقلب الليمون يا شيخ اخر هيك الطحينية جهزت. بنطفى عليك. لك الخطوة النهائية والأخيرة، طلعوا اللحمة استوت عندي أنا. لقيت شو بنسوي، طحينية كلها هيك هيك، وين شايفين الزيت، اللحمة عندي هنا استوت ومنهنة، شايفين مستوية على الآخر الفول. With meat or without meat؟ تعالوا نجرب الفول الصار ونشوف كيف طعمه. طلعوا كيف باللحمة، أموره تمام. أنا اللحمة دقتها قبل ما أحطها على الفول منتهية عشان تدوق طعم الفول، ولكن خطير جدا. الطحنية والليمون طعمهم مش خارط كتير. طبعا الفول بده زيت زيتون، انتو زي ما انتو شايفين زيت الزيتون. اذا حسيتوا انه مش جامد حطوا كوكوز لبن، تعرفوا اللبن الزبادي او اليوغورت، بتحطوا تقريبا علبة صغيرة هيك على الطبخة، بتضلك تحرك، بتخلي ايش، تخليها تجمد شوية. طبعا هو زاكي بالرز، ولكن انا بحبه بالخبز. طبعا خطيره.